خيوطه لا تزال تتكشف. ملف لوكيربي بعد عقود يعود إلى الواجهة من جديد. مسؤول إنفاذ القانون في الولايات المتحدة واسكتلندا كشفوا عن ليبي محتجز منذ عامين متهم بتصنيع القنبلة التي قتلت 170 شخصا بعدما فجرت الرحلة رقم 103 التابعة لخطوط بان أمريكان الجوية التي كانت متجهة من لندن إلى نيويورك فوق لوكيربي باسكتلندا في ثمانينيات القرن الماضي. المتهم يدعى أبو عقيل محمد مسعود خير المريمي. وجه له المدعي العام الأمريكي اتهامات سينظر فيها أمام محكمة فيدرالية لأول مرة في واشنطن. المريمي وفق وثائق المحكمة خبير في تصنيع القنابل وعمل في المخابرات الليبية في السبعينيات وشارك في عدد من العمليات خارج ليبيا وترقى إلى رتبة عقيد. مصادر عسكرية في مدينة مسرطة الليبية أفادت أن أبو عقيلة نقل جوا من المطار إلى الولايات المتحدة دون تحديد تاريخ نقله ليثير ملفه انقساما بين السياسيين في طرابلس والشرق. ملف المريمي يبدو أنه سيتخذ مسارا مختلفا عن المتهمين الليبيين السابقين وهما الأمين خليفة فحيمة وعبد الباسط علي المقرحي واللذان أدينا بموجب القانون الاسكتلندي بالسجن المؤبد، لكن المحكمة رجعت وبرأت فحيمة من التهم الموجهة إليه وأطلقت سراح المقرح لاحقا بعد إصابته بالسرطان ليتوفى بعدها في طرابلس. لكن وبعد عقود حصل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي على نسخة من مقابلة أجراها ضابط ليبي مع أبو عقيل المريمي عام 2012 بينما كان محتجزا. المريمي اعترف خلال تلك المقابلة بتصنيع قنبلة تفجير لوكيربي والعمل مع المقرحي وفحيمة على تنفيذ المؤامرة وفق رواية لعميل الاف بي اي. ملف لوكيربي يبعث من جديد في المحاكم الأمريكية ليفتح فصلا آخر من الحقائق التي أبت أن تطوى أو تنسى مع مرور السنين.